السلام عليكم خوتي. اليوم في ضيافة الصحراء المغربية مدخل البلاية جميلة نوطية. مدينة طنطان. جيت نشارك معكم اليوم البلاية الوطية بعيدة شوية على طنطان. هي إقليم طنطان، مدينة رائعة، غزالة بزاف كما كتشوفوا معايا. هي غنية عن التعريف، فيها الحوت والبحر، مرسى الحوت ديالها جميل بزاف، وفيها المعامل الحوت. وهذه كما كندخلو كنشوف الدخلة ديال المرسى، ميناء كبير. صراحة كنشكر بزاف حمزة اللي خلاني ندخل المرسى، وتشرفت معاه بهاد المعرفة للمدينة. كنشكرك بزاف حمزة. دخلة الميناء ديال طنطان، والمدينة طنطان معروفة بأن أكبر ميناء في طنطان كيصنعوا البواخر، والبواخر الكبار، وكما كتشوفوا معايا لهم صناعة البواخر الكبرى. صراحة منظر أكثر من رائع، وكما كنقول لكم دائما طبيعة ماشي في حد التصوير. كنتمنى يعجبكم هذا المنظر، صناعة البواخر. صراحة أجمل ما شفته عيني، أول مرة كنشوف هاد الشي. صراحة ما عنديش شي ثقافة عليها بزاف، ولكن غير اللي سمعت قلتو، ولا كنت خطيت في شي حاجة ولا نسيت شي حاجة سمحوا لي بزاف، لأن ما عارفة شي معلومات عليها كافية. صراحة كوزت واحد العطلة جميلة بزاف في الصحراء المغربية، فيها بزاف ما يتشاف، وبزاف المهم الصحراء الناس ديالها طيبين، والعائلة ديالي عندي ما مشيت أطيب خلق الله. عجبتني، كنشكرهم بزاف، عجبتني هاد الرحلة بزاف، كوزنا الأيام رائعة. كنتمنى ان شاء الله نعاودها في اقرب وقت. مناظر جميلة الصراحة.
حمزة اللي كنشكرو في اللانا نصورو هنايا درنا المسؤولين في اللونا نصورو شوية بعض اللقطات. وشكرا لك حمزة المرة الثانية، شكرا بزاف. كنتمنى لكم فرصة ممتعة، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.